أولوية القيادة. مجرد إبداع فكرة لا يعلم مدى صحتها أو انحرافها لا يجعل الفرد أولى بالقيادة من أولي الأمر الذين عهد الله لبني آدم اتباعهم وجعلهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، ثم أكد أن الحق معهم يدور كيفما داروا، بل إن ارتجال الحلول للأوضاع الشاذة شذوذ أبشع. فعلى العامل في سبيل الإصلاح أن يتتبع الحلول التي سنها الإسلام، لا أن يرتجل حلولاً ما دام الفرد لا يطيق الإحاطة بالأوضاع بدراستها واستنتاجها ثم معالجتها إلا من زاويته الخاصة وعلى ضوء أفكاره وخبراته المحدودة التي لا تسمح له بالتصدي للتصرف في المجتمع.